وفي مناسبة ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري بوجه لهم تحية عبر هي الجدارية اللي رسمتها. طبعاً هي تقديراً لجهودهم ولبطولاتهم وتضحياتهم العظيمة على مدى 10 سنوات. طبعاً بحب أقول لهم أنه أنتوا كنتوا سندنا بكل الأوقات الصعبة وكنتوا أملنا. نحن بنفتخر فيكم وشكراً من القلب. بالذكرى 10 لتأسيس مؤسسة الدفاع المدني السوري حبينا نحن فريق السلام نقدم لهم هذا العمل الجداري اليوم تقديراً على جهودهم اللي قدموها طيلة 10 سنين الماضية.